القاهرة ينضم إلينا السيد بهاء عيسى الكاتب والمحلل السياسي السوداني. سيد بهاء، إلى أي مدى يمكن لهذا الاتفاق أن يكون أقوى من الاتفاقات السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قوة الاتفاق هذه المرة هي من التجارب التي عانى منها دولة جنوب السودان والشعب جنوب السودان. مواطني جنوب السودان عانوا معاناة كبيرة، وكانت سبب هجرة يعني غير مسبوقة في دولة جنوب السودان إلى الدول المجاورة، وأيضا شبه مجاعة، وأيضا معاناة من حتى من الحكومة. كانت هنالك معاناة كبيرة، وأيضا من المعارضين هنالك مشاكل كانت لا تحصى ولا تعد. هذه التجارب ربما تعيد الأمور إلى نصابها، وستكون هذه المرة اتفاقية قوية حتما. نعم سبب، يعني رغم التوقيع على الاتفاق ما زالت هناك بعض القضايا الخلافية في هذه الاتفاقية، لم يتم تحديد الآليات الدقيقة لتنفيذها. هي خلافات جانبية وأيضا خلافات هامشية ليست من الأساس. الخطوط العريضة الأساسية لهذا الاتفاق تم التوقيع عليها، ولا يمكن الرجوع منها فيما بعد، وهذا ما يجعل هذه الاتفاقية قوية. وأيضا شركاء الإيقاد وأيضا وسطاء الاتفاق مصرون على أن تستمر هذه المفاوضات فيما بعد لرتق نسيج الخلاف الذي حدث فيما بعد توقيع الاتفاق أو قبل توقيع الاتفاق، لأن الذي حدث ليس بالأمر السهل. فهنالك اتفاقية أخذت وقتا طويلا، وكانت هنالك محادثات ماراثونية قادها السودان بقيادة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، وأيضا وزير الخارجية الذي بذل مجهودا كبيرا، ورحلات معكوكية حتى تم الاتفاق النهائي في صورته التي يحتفل بها اليوم في دولة جنوب السودان، وهي احتفال يعني رمزا لأن هنالك عزيمة قوية للاستمرار في استقرار دولة جنوب السودان، وخاصة أن كل الشعب الجنوب السوداني كان فرحا جدا بهذا الاتفاق، والدليل أن هنالك احتفال كان فيه مطربين من دولة السودان كانوا يحيون حفلا، يعني كان هنالك حشد كبير جدا، وكانت الهتافات كلها تصب في خانة أن يكون هنالك سلام، وأن تكون هنالك أن يكون هنالك استقرار في دولة جنوب السودان. نعم، ما زال وجود الأسلحة في يد المؤيدين للطرفين من المشكلات التي لم تجد حلا الآن، كيف يمكن التغلب على هذه النقطة؟ نعم، هنالك خلافات حتى في الحركة الشعبية المكون الأساسي لدولة جنوب السودان، وأيضا المكون الأساسي والسبب الرئيسي في انفصال دولة جنوب السودان كانت الحركة الشعبية. هنالك فصيل ما زال يعني لم يتفق مع الحكومة، ويهدد حتى بتصعيد الأمر بعد الاتفاق وبعد الاستقرار، وأن تكون هنالك في دولة جنوب السودان فصائل كثيرة جدا تحمل السلاح، والخلافات التي لمت الفصائل الكبيرة هي الأساس، ويعتبرونها أساس، لأن الحكومة جنوب السودان وأيضا المعارض الكبير دكتور رياك مشار سوف تستوعب هذه الفصائل الصغيرة، لأنها فيما بعد يعني كانت من قبل تابعة لها أو لها علاقات معها أو مع الدول الجوار يوغندا أو السودان. فحل هذه المشكلة الإشكال ربما يكون بسيطا، وهذا الأمر ربما يؤدي إلى استقرار كامل في دولة السودان ودولة جنوب السودان في الحدود المتاخمة للدولتين. شكرا سيد بهاء عيسى الكاتب والمحلل السياسي السوداني، كنت معنا من القاهرة.